دكتور حضرتك قلت ليثبت الله تبارك وتعالى أن الغباوة البشرية تتحدى نفسها، اتفضل. عايزين نشوف إبراهيم قال إيه صلوات ربي عليه، وموسى ماذا قال، ثم بنو إسرائيل. القضية مختلفة تماما عند إبراهيم. إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ليه؟ ليطمئن قلبي. في الحقيقة لا يعبر إبراهيم عن نفسه، إنما يعبر عن أمة، إن إبراهيم كان أمة. ومن ضمن تعريفاتي وتفسيراتي كان أمة، كان يمثل أمة إلى يوم الدين. هذه الأمة إلى الآن أكبر الصالحين، أفضل المتقين، ما بتجيلوش لحظات طبعا في البعث حتى. الله الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فاهم أنت؟ آه طبعا. فبيقول له إيه، رب أرني كيف تحيي الموتى. يبقى أنا كإبراهيم لا أجادل في الوجود، أنت واجب الوجود بدليلك إن أنت اللي تحيي وتميت. يعني فضلتك تقصد تقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يمنهج منهجا لكل من جاء بعده أن لا يشك وليطمئن قلب أيوة. كل من ينهج هذا النهج حلو كده، وكأنه بيرسم الطريق. عارف بقى أصلح لك حتة، الله هو الذي أخذ على لسان إبراهيم. أيوة. وصل لك وصل لك التعديل اللي عايز أعدل أيوة. فيه من الذي أنطق إبراهيم؟ الله تبارك. من الذي جعله يرفض؟ ومن الذي عرفه نفسه ويقدر أن يوجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمنا موحدا وإحنا هنقبل وخلاص هنقبل وانتهت. لكن لا، ولذلك حتى قضية تكسير الأصنام كان فيها وقع إلهي. محدش واخد بقى مين اللي جاب الفكرة لإبراهيم. امشي بقى. لكن خد بالك، خدت بالك صياغة الطلب؟ أنا عايزك تقارن بين صياغة الطلب عند إبراهيم، عند موسى وعند إبراهيم، وعند موسى وعند بني إسرائيل. بني إسرائيل إبراهيم قال إيه، رب أرني كيف تحيي الموتى. يبقى أنا لا أتكلم، لا أنا عايز أشوفك ولا عندي شك في وجودك، ده أنا عايز بس مسألة البعث دي تخلص احل اللوغاريتم ده عندي. انا بقولها لك اهو للمره الثانيه، وربنا يحاسبني على هذا الاعتقاد. القضيه مش عند ابراهيم خالص. القضيه الحقيقيه يا محمد ان لازم واحد يطلب الطلب عشان الباقي يرتاح. مظبوط. ولذلك ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. لما يسال سؤال خلاص يقول له انا مبسوط ان انت سالتني السؤال ده، مش كده؟ بالظبط. ولله المثل الاعلى. أيوه. وبعدين انا لما اقرا، وانا بقرا بقى فقال فخذ 4 من الطير، يا سار ارتحت، انا خلاص. وواحد تاني خد باله قال لك استنى، دي مش الاجابه على كيف، دي الاجابه على هل. الاولاني قال له ايه، يا عم احنا راضيين بيه، احنا راضيين بيه على مراد الله فيه، لان الله هو الذي وجه بالسؤال وهو الذي اجاب، وله حكمه. انه الحكمة تبان وتتجلى قوي، انه ما قالوش ايه يا ابراهيم هل اطمأن قلبك، ما قالهالوش. يبقى اللي حصل ايه، انه اطمأن، هو عليم بانه اطمأن. وان ابراهيم حتى ما قالوش لا استنى، انا مش سائل في كده، انا مش سائل كده، انا سائل كيف. انما الله تبارك وتعالى يعلم ما يصلح هذا. انا هقولها بالبلدي عشان الناس تفهم اكتر. هي كيف تمشي ازاي، ان انا اجيب حتى لو المولى اختار مسألة 4 من الطير دي، اجيب الطير واقول له بص خروج الروح يبقى كده ودخول الروح يبقى كده، دي كيف. انما يموتوا واندهلهم يجولك، دي هل. عارف دي فيها نقطتين يا محمد اصعب من بعض. يا اما ابراهيم كان قصده كده ومش عارف يسال، يا اما تجاوز نفسه في السؤال وسكت. هقول تاني. واضحه والله. واضحه؟ واضحه. طب اللهم بس اتفضل قول تاني. يعني يا اما هو وهو بيقول كيف تحيي الموتى، هو عايز يقول هل تحيي ولا لا؟ تأدبا بقى، ما تأدب مش تأدب الصياغه انا احتمل التاني يا دكتور محمد، ده كله دي اقرب لنفسي ده والله. كله محتمل، كل واحد بقى ياخد حسب. انا كنت لسه هقول لك كل واحد من جماعه الايمان ان شاء الله ربنا يجعلنا منهم هياخد على حسب ايه؟ ما يعتقد. انما كله وارد. يا اما هو كان قصده كيف وتجاوز لما ربنا قال له هل،
قال لك يبقى يبقى عيب ان انا اقول كيف ده غلط. انا فهمت وتحلت بما اراد سبحانه بما اراد والمؤمن الحق ياخذ هو ده منهجه يتناولها على مراد الله تبارك وتعالى. ودي اللي خلاه سال ابراهيم بما سال واجاب الله بما اراد وهو اعلم بما اراد وهو الحكيم القدير القوي الرحيم المهيمن زي ما انت عايز تقول. خلاص كده. طيب لكن قال له ايه بقى في السؤال؟ ربي ايه؟ ربي دعني ارى هل تحيي الموتى او لا؟ ما حصلش. ربي اجعلني؟ لا. ربي ارني. يعني اذا انت يا رب اجزت السؤال هتخليني ارى. مع ان هو مش هيرى مش هيرى الله، ده هيرى ايه؟ هل اثر 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 من اثاره صح؟ لكن شوف شوف الادب. ربي ايه؟ ارني. طب ولما جه موسى يطلب الرؤيه نفس الادب، ربي ارني انظر اليك. شوف بقى قله الادب. لان الله جهره لن نؤمن لك حتى نرى نحن الله جهره. حاشا لله. المصيبه في ايه؟ في اداء الشخص. ومن هنا بون شاسع بين الايمان والكفر. والله واضح. يعني شوف بقول لك ابراهيم صحصح قوي يا محمد في الحته دي. ابراهيم ما قالش اشوفك انت، ده انا هشوف اثر من اثارك، اصير مفعول بيا لفعلك. لا تكون انت يا ربي مش موافق تغضب في هذا الطلب ولا التأدب الى ابعد الحدود. مش كده؟ أيوة. وموسى تأدب الى ابعد الحدود. هذا غير تأدب فعلا. والتاني وكانه اشترط على الله تبارك وتعالى. اللي اكبر منها لما قالوا ايه؟ ارنا انت الله جهرة. ايوه موسى. أيوة. يعني الفاعل. ايوه يسر الله تبارك وتعالى. مش عارف اقولها مفعول مش عارف اقولها ولن نؤمن بقى والشرط